والاستقالة من وزارة المالية ومن وزارة التنمية والتعاون الدولي اليوم قدمتم سيد الرئيس. أعطينا قدرتنا أن ننفذ جزء من البرنامج. تقديرنا نحن بأن هناك تحوير لابد منه، يعني هناك مواطن شاغرة أصلا. الناس كل تقولنا ما كانوش قاعدين تحكم. إفكتيفمون أخي تحبني نحكم بثلاثة وزراء. الحتمية المطروحة هي سد شهورات. يزمها تحوير أكثر من ست شهورات. ما نش راضين على عمل الحكومة إلا لما طلبنا بتحوير وزاري عميق. أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب. وبربي أعملوا لنا قسمة من غد، جماعة القصبة يقعدوا وحدها، وجماعة قرطاج وحدها، والمونبليزير وحدها، وجماعة المستقلين وحدها، وقلت الرئيس وحدها.